الاكتئاب، القلق، اضطراب ما بعد الصدمة بات يهيمن على العاملين في مجال الرعاية الصحية، وذلك بحسب ما توصلت إليه 65 دراسة منهجية من حول العالم. جائحة كورونا لا تزال تلقي بظلالها سلبا على العاملين في مجال الرعاية الصحية من حول العالم، فبحسب مراجعة منهجية جديدة ضمت 65 دراسة من جميع أنحاء العالم، توصلت إلى أن واحدا من كل 5 عاملين في هذا المجال يعانون من الاكتئاب والقلق أو اضطراب ما بعد الصدمة بسبب الجائحة العالمية. الدراسة التي نشرتها دورية بلاس وشملت بيانات مستقاة من نحو 97 ألف عامل صحي في 21 دولة قالت إن الوباء شكل تحديات كبيرة للعاملين في مجال الرعاية الصحية، وبات الكثير منهم يخشون على سلامتهم أثناء مواجهة عبء عمل كبير وسط دعم نفسي محدود. التحليلات السابقة للبيانات من دراسات متعددة كشفت عن ارتفاع معدلات الاكتئاب والقلق واضطراب ما بعد الصدمة بين العاملين في هذا المجال أثناء الوباء، لكن المراجعات لم تعالج بشكل كاف العديد من الدراسات ذات الصلة خاصة في الصين منشأ الفيروس. ولمعالجة هذه الفجوة أجرى الباحثون بحثا منهجيا عن الدراسات باللغتين الإنجليزية والصينية بين الفترة من ديسمبر 2019 إلى أغسطس 2020، توصلوا إلى أن نحو 21% من العاملين في مجال الرعاية الصحية المشاركين في الدراسات عانوا من الاكتئاب أثناء الوباء، و22% عانوا من القلق، و21% عانوا من اضطراب ما بعد الصدمة. أما في منطقة الشرق الأوسط أظهرت الدراسات وجود أعلى معدلات للاكتئاب بواقع 34% والقلق بنسبة 28%، وهو ما يدل على أن الجائحة أثرت بشكل كبير في الصحة العقلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية. وحسب ما يرى مراقبون يمكن أن تساعد النتائج الجديدة في توجيه السياسات والمبادرات لتوفير الدعم النفسي المطلوب بشكل عاجل للعاملين في هذا المجال الحيوي. وللمزيد معنا عبر تطبيق زوم الدكتور فلاح خطاب، أخصائي الطب النفسي في مركز العلاج الطبي ورئيس قسم الأمراض النفسية في مستشفى خليفة بإمارة عجمان. أهلا بك دكتور. دكتور طبعا يعني استمعت للتقرير، كيف ممكن معالجة العاملين بهذا القطاع بالقطاع الصحي من الأثار النفسية لكورونا، خصوصا أنه كل شيء يشير إلى أنه الأزمة ستطول؟ طبعا شكرا جزيلا على الاستضافة، وأشكر قناة الشرق نيوز على طرح هذا الموضوع، أعتقد مهم ويخص الجميع خاصة في أثناء في عز الجائحة الآن، وخاصة الانتشار صار بصورة واسعة. طبعا يعني هذا المرض خلانا ندخل بشغلات يمكن ما كنا نتخيلها في يوم من الايام. يعني احنا انا كطبيب نفسي ممكن اكد على الجانب النفسي، بس هو يعني ياثر على الجانب الفيزيائي وياثر على الجانب النفسي وياثر على الجانب المادي وياثر على كل شيء من 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 قطاعات الحياه الاخرى بالنسبه للعاملين في الرعايه الصحيه. والرعايه الصحيه هم اكثر ناس، هم الخط الاول وخط الدفاع الاول اللي يواجه هاي المشكله. للاسف يعني احنا مرات يمكن ما ننتبه للشغله النفسيه، بس ننتبه للشغله الفيزيائيه، انه كم واحد دخل عنايه مركزه، كم واحد انصاب، كم واحد توفى لا سمح الله. يعني هاي الشغلات احنا نشوفها بس بالاخبار، بالتاكيد ده يصير بالنسبه للي يشتغلون بالرعايه الصحيه فقط من ناحيه فيزيائيه، اما الناحيه النفسيه ناسيها، بينما الناحيه النفسيه هي من الاشياء المهمه جدا اللي المفروض ناكد عليها. يعني انا من خلال شغلي، طبعا انا بقول لك اياها، وانا مصاب كورونا من قبل تقريبا شهر، والحين انا بوست كورونا، والحين الدبلن انا جاي بدورنا طبعا. تسلمين، شكرا جزيلا. يعني الفتره اللي عشتها، يعني اعتقد الكورونا اللي احنا مرات نستسهلها ونقول انه مرض يعني عادي مثل الانفلونزا او اي مرض على ممكن يطرا علينا، انا بصراحه كنت قبل اميل لهذا الراي، الان نهائي، لانه هذا المرض مرض خطير جدا، كانه جهنم، وانا عشته لانه دخلت مستشفى اسبوعين. طبعا معظم الدراسات دكتور تقول انه طبعا المرضى ايضا يعانون من اضطرابات نفسيه وكآبه بعد اصابتهم، ولكن كما ذكرت خط الدفاع الاول القطاع الصحي، كيف ممكن معالجتهم من هذا الاكتئاب؟ يعني لانه هن بدهم يضلوا مستمرين بمعالجه الناس ويكملوا رسالتهم.
طبعا هم هذا شغلنا، يعني احنا ما يصير من نتعرض للخطوره نقول ما نقدر نكمل، هذا شغلنا لازم نكمله، بس بنفس الوقت لازم ننتبه من الناحيه النفسيه، يعني من يصاب بالاكتئاب لازم عندنا مقابلات للمعالج النفسي للي يشتغلوا بالخط الاول بالرعايه الصحيه، يعني انا رايي الشخصي انه كل اسبوع اسوي مقابله مع كل واحد يشتغل بالرعايه الصحيه مع معالج نفسي. To ventilate themselves just حتى يعبرون عن نفسهم، حتى يطلعون اللي بداخلهم، لان هاي تراكمات وهذا كله ستريس وضغوطات يعيشها كل يوم اللي يشتغل بالرعايه الصحيه، طب دكتور وخاصه هل الحكومات بالبلاد بالجد. بالبلاد اجمع طبعا يعني العربيه والغربيه واعيه لهذا الموضوع وعم تقوم بهذه الحملات كرمال تجنيب القطاع الصحي هذه المشاكل النفسيه؟ للاسف لا، للاسف لا، وهالحين اثبتت الدراسات الحديثه انه 4 دول اوروبيه فقط اعترفت بهذا الموضوع، والان بدات تنتبه انه المفروض نسوي ريهابيليتيشن يعني اعاده تاهيل مع سايكوثيرابي علاج معرفي سلوكي مع مقابله الناس اللي يشتغلون بالرعايه الصحيه. 4 دول اوروبيه اللي هي المانيا والدنمارك وهولندا والمملكه المتحده، يعني هذول الدول الـ4 اللي انتبهوا الان انه الرعايه الصحيه اللي يشتغلوا بالرعايه الصحيه المفروض نعطيهم وقت اكثر من الناحيه النفسيه ويقابلون معالج نفسي بصوره دوريه، هاي اضافه الى عمليات المديتيشن واليوغا اللي المفروض تكون مستمره وبصوره دوريه، مش بس يعني لفتره معينه وانتهت، لانه الجائحه الظاهره راح تستمر فتره طويله، فاحنا المفروض نخلينا خطه عمل، لازم بلان فور فيوتشر، احنا ما نخطط لمده سنه ولا سنتين، احنا ما نعرف الجائحه وش وقت راح تنتهي ومتى راح نخلص منها، رغم انه الامور بدات تتحسن، رغم انه اللقاحات بدات تتوفر الحمد لله، الامور احسن من قبل بكثير، بس الثمن اللي دفعناه بهذا الموضوع كان كبير، وخاصه اللي يشتغل بالرعايه الصحيه، فاذا خلينا نركز من الناحيه النفسيه كيف نتعامل مع اللي يشتغلوا في الرعايه الصحيه. اولا لازم نسوي لهم مقابلات دوريه من ناحيه كيف ممكن يعبرون عن نفسهم، كيف ممكن يطلعون من الجو اللي هم فيه، مقابلات دورية ومنظمة، يعني خلي تكون مثلا مقابلة إلى مقابلتين، خلي تكون مقابلة بالأسبوع مش مشكلة، يعني عدد هائل وأعتقد اللي متوفر من طبعا المعالجين يعني نفسيا قليلين دكتور جدا. طبعا نحن من خلال الشرق للأخبار بنوجه تحية لكل طاقم الطب وين ما كان بالعالم، نتمنى الشفاء لكل مرضى كورونا، وأيضا إن شاء الله دائما الشرق للأخبار حتكون مواكبة هذه المواضيع ونضوي عليها كإعلام كرمال نقدر نتجنب هذه المشاكل التي تؤثر على القطاع الطبي. دكتور فلاح خطاب أخصائي الطب النفسي في مركز العلاج الطبي ورئيس قسم الأمراض النفسية في مستشفى خليفة بإمارة عجمان، شكرا جزيلا لك.